السيد حناش أول مستخدم في قطاع الصحة يتلقى لقاح سبوتنيك بولاية وهران. هنا بالمستشفى الجامعي أول نوفمبر انطلقت عملية تلقيح ضد كوفيد 19. الأولوية للسلك الطبي والأشخاص المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة. نظن باللي يعني المواطنين والمواطنات نتاع ولاية وهران راحين يعني يسمعوا الميساج هذا باش حتى هما تدريجيا، باسكو عندنا عام قدامنا، تدريجيا يعني يلتحقوا بمراكز التلقيح باش يعني يحموا نفوسهم ويحموا اولادهم. الاطباء والممرضون لم يترددوا في اخذ اللقاح باعتبارهم المعنيين في الصف الاول لمواجهه جائحه كورونا. سان فاكسان كوم تو لي فاكسان لي يندارو، قدر ننصح الناس اللي راهم مواطنين توانا باش يتقدموا لمراكز التلقيح وسوفير فاكسيني لو بلوفيت بوسيبل باسكو سان فاكسان لي ما يهلكش. هذا سين كارت دو فاكسيناسيون باش لو بروميي فاكسان لي درته وعندي لو دوزيام فاكسان لو 23 ان شاء الله ونكون امن ان شاء الله. بعد نصف ساعة نعود للسيد حناش للاطمئنان على حالته. Non, très bien, merci. Très bien. Aucun problème, aucun. Walou, c'est comme avant. 99%. Ça va, il me l'a dit, il y a rien. Les tensions 12-6, ça va, il y a rien. حوالي 1500 جرعة لقاح استلمتها ولاية وهران كأول دفعة في انتظار وصول شحنات أخرى في الأيام القادمة.